معلومة تقنية في الفجيرة، كلية العمارة والفنون والتصميم، قسم التصميم الداخلي. بنتبنى رؤية في القسم عندنا إن التصميم حياة، وهي دي الفكرة اللي احنا بنحاول نربي بناتنا الطالبات عليها، إن هم يفهموا دورهم الحقيقي ناحية المجتمع، واللي هي تتمثل في إن احنا بنحول الفراغ الداخلي الأصم الخالي اللي ليس له أي علاقة بالإنسان لفراغ آدمي يقدر الإنسان يعيش فيه ويشتغل ويتعامل ويؤدي مهامه على أحسن وجه وبمنتهى الراحة النفسية بدون أي ضغط نفسي أو جسدي.